السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة يا جماعة أنا بقدم 10 نصائح لولادنا اللي داخلين ثانوية عامة الدفعة 2022. النصائح دي نتيجة من خبرات سنين طويلة احنا قضيناها، سواء كان في مدارس أو سواء كان في سناتر تعليمية أو من خلال نشاطنا على اليوتيوب، وخاصة تجربتنا مع زمايلكم اللي هي الدفعة 2021 اللي هي السنة اللي فاتت دهيت اللي احنا لسه مرين منها دلوقتي. بصراحة يا جماعة الدفعة دي من اكتر الدفعات اللي الواحد كان متعاطف معها جدا، وتقريبا يعني احنا كنا دايما نكلمهم معنويا اكتر ما كنا بنكلمهم في المواد العلمية، طبعا الظروف اللي انتوا عارفينها علشان ما نخدش فيها تاني. فبنبتدي المختلف السنه دي ايه بقى؟ ان احنا انا شخصيا يعني كنت دايما النصايح اخليها في الاخر، لا انا قلت ايه؟ من اول السنه كده يا جماعه او احنا لسه داخلين على السنه، فقلت اقدم لاولادي وحبايبي شويه نصايح كده صغيرين ان شاء الله خد منها اللي يعجبك. يعني هي اجتهادات شخصية مني يعني. تمام يا جماعة؟ تمام. نقول بسم الله توكلنا على الله. أول نصيحة يا جماعة وهي الإشاعات. يعني إيه الإشاعات؟ اوعى ترمي ودنك للإشاعات. يا مستر ما هي الإشاعات دي محوطانة في كل حتة. أيوة يا سيدي، ما أنت حضرتك اللي بتروح لها. انت اللي بتروح وتفتح الفيس وتفتح تويتر وتفتح مش عارف ايه، حتى في قنوات على اليوتيوب ما هياش يعني ما هياش معترف بيها، يعني ما هياش حاجه رسميه، وبتروح وتسمع وتسمع من هنا وتسمع من هنا وتسمع من هنا، وفي الاخر النتيجه ايه؟ في الاخر النتيجه ان انت بتعيش الاشاعه. هنقول مثلا انها اشاعه يعني بخبر مش حلو، طبعا اي حاجه احنا بنتكلم عن الاشاعات اللي هي تخص التربيه والتعليم خاصه الثانويه العامه بتاعتنا يعني، فانت حضرتك بتروح تسمع الاشاعه اللي هي يعني لو هي اشاعه بجد يعني هتبقى بجد بعد كده، فانت بتعيش نفسك الازمه مرتين ثلاثه. ايه هي؟ ان 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 يعني المفروض ان انت تستنى لما تعرف الخبر وتبقى بقى تقلق عليه، لا ده انت بتقلق مقدما من اول ما الاشاعه مثلا ايه بتتكلم والناس لسه بتردد الاشاعات وانت عايش في قلق. الاشاعه دي يا جماعه خلوا بالكم بتاخد من مجهودنا وبتاخد من اعصابنا وتركيزنا، طبعا بتبقى عايش يعني عايش حياه صعبه جدا بالنسبه لك، لانك انت بتبقى في قلق وضغط نفسي. طب نعمل ايه؟ ابعد عن الاشاعات. طب مستر نعرف الاخبار ازاي؟ اعرف الاخبار من مصادرها، يعني احنا في تربيه وتعليم ثانويه عامه نعرف من ايه؟ وزير التربيه والتعليم هو اللي يقول الكلام ده، اعرف منه هو او من موقع وزاره التربيه والتعليم او من قناه يكون معترف بيها واخبارها بتكون صادقه. حلو كده؟ يبقى اول نقطه او اول نصيحه هي ما ترميش ودنك دايما للاشاعات. نمرة اتنين يا جماعة، يعني هي نقطة أكيد فيكم ناس يعني نقول إيه متدينين ومحافظين على علاقتهم بربنا جدا، بس أحب أنصح ولادنا اللي هم شوية يعني النقطة دي مش مركزين فيها، وهي علاقتنا بربنا. دايما يا جماعة حافظ على علاقتك بربنا. إحنا في سن السن الجميل بتاعنا ده اللي هو السن اللي بنقول عليه ايه؟ سن في مفترق الطرق، بتبقى دماغك فيها افكار كتير وبتبقى انت عرضه لتحويلات فكريه كتير. فالسن بتاعنا اللي هو السن ال 17 وال 18 الحاجات الجميله ده هي قرب من ربنا، قرب من ربنا. مش هقول لك بقى ان انت هتبقى زاهد ولا هتبقى مش عارف ايه ومتدين زي ما بنسمع الكلام ده، لا انت انسان عادي جدا، بس خلي علاقتك بربنا كويسه. حافظ على العبادات. يعني لما واحد فينا يا جماعه بيكون له قريب، سواء كان بابا او سواء كان عمه او سواء اي حد يعني او حد في عيلتنا وبيكون في منصب
ذو حيثية شوية، يعني حد مهم شوية، أنت بتحس بالأمان لما بيكون ليك قريب من النوعية دي. فما بالك برب العالمين سبحان الله، لما بتكون علاقتك بربنا كويسة، سيبك أنت بقى، بتنزل عليك سكينة وطمأنينة، وبتبقى حياتك كلها مبروكة. يا ريت يا جماعة نحافظ على علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. النقطة اللي بعد كده وهي اختيارنا للمدرس، نقطة خطيرة جدا. احنا لسه في أول السنة هو يا جماعة. احنا طبعا في مدرسين، وده أمر واقع طبعا مش هننكره، ومش هندفن راسنا في الرمل بقى ونقول مش عارف ايه والدروس، لا سيبنا من الفيلم ده وخلينا في الواقع. احنا بنختار زي ستاف كده او مجموعه مدرسين في مختلف المواد، دول اللي بيساعدوني او اللي انا ببقى ماشي معاهم علشان يسهلوا لي المواد في المذاكره وتنظيم الماده ديت وكده، عشان ربنا يكرمني واقدر ان انا اجيب درجات ومجاميع عاليه عشان اخش الكليه اللي انا محتاجها او اللي انا نفسي اخشها يعني. فاختيار المدرس، اختيار المدرس ده يا شباب لازم يكون على اساس صح. يعني ايه؟ لازم يكون بعقلنا، بلاش العاطفه بقى هنا شويه، ولو ان العاطفه يعني هنستخدمها حالا، بس الاول اختار المدرس. ماده ايه؟ ماده فيزياء، ماده كيمياء، اي ماده، ماده اللغه الانجليزيه. اختار المدرس بناء بالعقل، بناء على ان الناس الثقه اللي بتثق فيها، يعني زمايلنا الاكبر مننا مثلا بسنه او بسنتين ومروا بتجربه مع مدرس معين، ان هو طريقته في الشرح كذا، نظامه في الواجب كذا، دقيق في تصحيح الواجب. المدرس ده لما حد ما بيعملش الواجب بيهزقه جامد. خلي بالك من الحاجات دي، هل تتماشى معاك ولا لا؟ ممكن حد يتماشى معاه كده، يعني في ناس بتبقى عايزه وراها دايما المدرس اللي يبقى ذاكر ذاكر ذاكر، او بايه، او بالاسلوب ده يعني. انما انا بقول لك يعني انت شوف، اختار المدرس اللي هو اللي هيديك الماده العلميه صح، وفي نفس الوقت ان انت يكون الاسلوب بتاعه متماشي معاك. وفي نقطه كمان خطيره جدا بخصوص المدرس يا جماعه، اللي هي الحته النفسيه بقى. الحته النفسيه ان المدرس ده لازم تكون انت نفسيا متقبله. يعني ايه؟ بانك انت مش هتروح ضيف عنده، ولا هو هيجي ضيف عند سعادتك مثلا لمده يوم ولا يومين، ولا هنشوف بعض مثلا كل شهر ولا شهرين، لا، ده انت تقريبا سنه كامله موجود مع هذا المعلم الفاضل. فممكن انت حضرتك تبقى انت في حد تبقى متقبله، حد تاني ما تبقاش متقبله. يبقى الراحة النفسية برضو مع المدرس مهمة. في كمان حتة تانية، ما تخليش اختيارك للمدرس بطريقة عاطفية، ان علشان مجرد زميلي، او واحدة تقول ان زميلتي بتاخد عند المدرس ده اروح معاه، خدوني معاه. لا يا جماعه، الموضوع مش كده. مش شرط علشان زميل لك بياخد عند مدرس يبقى انت لازم تاخد عند نفس المدرس. يعني العمليه ايه؟ كلنا احنا بنختلف عن بعض، مش كده؟ بس هو يبقى احسن، ودي النقطه اللي هنتكلم فيها بعد كده، ان انت تكون يعني انا كشاب كده في ثانويه عامه، ان انا اكون مزامل شخص صديق، يعني على اساس ان احنا نشجع بعض وكده، هو ده يبقى احسن. بس ما هواش الشرط، يعني دايما الشرط ان يكون مدرس شاطر ويوصل لي الماده العلميه واكون مستريح نفسيا معاه. لو في حد بقى من اصدقائي، يا سلام، ده يبقى حاجه جميله جدا جدا جدا. النقطه اللي بعد كده يا جماعه وهي النصيحه الرابعه، خلي دايما المذاكره بتاعتك بالذات في اول السنه، احنا في اول السنه الامور ما بتبقاش واضحه قوي، فما تعيش الدور. بس النبي تفهموا كلامي كده صح، يعني
خلي المذاكرة في الشهر الأولاني كده أو الشهرين الأولانيين، يعني خليها زي اللعيبة لما بتكون بتسخن قبل المباراة. هل في لعيب هيخش المباراة كده على طول من غير تسخين؟ لا طبعا هيحصل له مشكلة، مظبوط ولا لا؟ أمال إحنا نعمل إيه؟ هل أنت بتقول لنا مستر إن إحنا يعني نريح بقى أو نأنتخ كده شوية وبتاع؟ لا 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 لا، أنا ما قلتش كده. أنا بقول إيه؟ بقول خلي مذاكرتك في الأول يعني على قد مثلا إن أنا أعمل واجبي صح وما تأجلش حاجة. شوف أنا بتكلم إيه وبقول إيه؟ يعني تكون مذاكرة واشية واش كده، واحدة واحدة. مثلا مادة الإنجليش مثلا، احفظ الكلمات بتاعتك، اعمل الواجب بتاعك، ما تأجلش حاجة لبكرة، بس ما تبقاش بتعمل الحاجات يعني ما تشدش قوي 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 قوي، علشان ايه؟ ما تزهقش في النص او ما تفقدش الشغف بعد كده يعني. تمام يا جماعه؟ وبرضه بالنسبه للحته ديت، هي محتاجه مننا ايه؟ محتاجه مننا ان خلص شغلك يوم بيوم. ماشي يا جماعه؟ خلص شغلك يوم بيوم وواحده واحده. تمام. بعد كده في عندي نصيحه مهمه جدا، ودي اللي احنا اتكلمنا على جزء منها قبل كده، النصيحة الخامسة. النصيحة الخامسة هي ايه؟ الصحبة الطيبة. رائع جدا يا جماعة، كلنا احنا كبشر يعني عندنا الحتة الاجتماعية دي، فما بالك بقى لو انا طالب في ثانوية عامة، يبقى انا محتاج صديق كويس او واحدة محتاجة صديقة كويسة على اساس ان هي تشجعها، انت تشجع زميلك وهي تشجع زميلتها وزميلك يشجعك بنفس الكيفية دي. وحذاري حذاري حذاري من المحبطين. في ناس كده يا جماعة بيبقوا ايه؟ بيبقوا متشائمين على طول. هو وارد، لان انا ممكن اكون منهم وانت ممكن تكون منهم، ان مثلا في لحظات مثلا ساعات الواحد بيحس ايه؟ انه شوية محبط. مظبوط كده؟ مظبوط. لكن ما نحكمش بقى نقول ده محبط، لا، المحبط اللي هو اقصد ايه؟ اللي هو المداوم على الاحباط، يعني تلاقيه كئيب كده معاك، كل يوم تلاقي مثلا زميلتك بتقول لك انا مش عارفه اذاكر، انا مش عارفه الم المنهج من اول السنه وهي ماشيه على الوتيره دي، مش عارفه اعمل كذا، مش عارفه اعمل كذا. انت حاولت معاها مره واثنين وثلاثه، بس هي دايما بتديكي طاقه سلبيه. لا، نصيحتي بنتي العزيزة، نصيحتي ابعدي عن زميلتك دي بمنتهى الذوق والأدب والاحترام يعني. وفي نقطة بقى خطيرة جدا، احنا بنتكلم في الصحبة الطيبة دي بنقول ايه؟ عايزين الناس اللي هي المتفائلة اللي بتشجعنا، اللي مش احنا اتفقنا على كده؟ حلو جدا. الصديق الجميل اللي بيشجعنا واللي بيخلينا بقى متفائلين والحاجات دي، هل الصديق ده يا جماعه ربنا خلقه مخصوص كده علشان يقعد يشجع فيا انا على طول كده، ابقى انا اللي كل مره محتاج حد يشجعني حد يشجعني؟ لا، في نقطه بقى عليك انت شخصيا اللي بتتفرج عليا في الفيديو ده اهو، انت شخصيا اوعى تكون الصديق او الصحبه المحبطه اللي انا بحذرك منها، لانك انت لو انت ذات نفسك بقى بقيت محبط يعني، واخد بالك، ومحبط في نفس الوقت وعلى طول، ما هو انت كده مش هتلاقي حد يصاحبك، لان احنا بنصاحب الناس ان هم يصاحبوا مين؟ المتفائلين واللي بيشجعونا دايما في شغلنا واعمالنا وحاجات من دي. فكده يا جماعه زي يعني الدنيا ايه؟ هات وخد. فحاول ان انت تكون برضو كويس مع زميلك زي ما انت عايز زميلك يكون معك. مظبوط يا جماعه؟ المعامله مهمه جدا مع بعض. النقطه اللي بعد جدا بعد كده يا جماعه هي ايه؟ كتير قوي بنسمع بقى من الطلبه يعني مفيش وقت، الوقت مش مكفي، اللي بنسمع كده من اول السنه وبالذات بقى في اخر السنه. فكره ان الوقت ده مش مكفي ديت يا جماعه، لا، ده فكره فاشله جدا، وهي بدايه حته مفيش وقت دي بدايه الياس، والياس بيودي للفشل. مفيش حاجه اسمها مفيش وقت، انت الحكايه كلها من اول السنه نظم وقتك. نظم وقتك يعني ايه؟ ما احنا اتكلمنا في نصيحه سابقه قبل كده، هي ايه؟ نظم وقتك يعني ايه؟ نظم وقتك ان انت ذاكر يوم بيوم،
طبعا المواد مش هتبقى باينه ملامحها كلها من اول يوم عشان اقول لك اعمل جدول وبتاع، ولو ان الجدول ده انا من اشد اللي هم المحبذين لي ومن اشد المدعمين، وبحب جدا المذاكره بجدول. انا شخصيا كنت بحب اعمله في مذاكرتي او في مساعده ولادي في المذاكره، ودايما بنصح بيه. بس بتتضح الرؤيه امتى؟ مثلا يعني بعد شهر بعد شهرين انت بتبقى عارف مثلا المواد اللي محتاجه عدد ساعات اكتر عدد ساعات اقل، بتعمل بقى جدول محترم. واوعى تقول لحد اعمل لي جدول، لا، ده من خلال ما انت خلاص كده بعد شهر بقى واتضحت الرؤيه وبتاع، بتبتدي تعمل جدول مذاكره اسبوعي. النهارده مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، وهل تعمله بساعه؟ حدده بساعه. كل ما تحجم نفسك بعدد بوقت معين، صدقني التجربه دي مهمه جدا جدا، لانها هتحس فيها بالتزام مهم وشديد جدا بالنسبه لك. فبلاش حته بقى يا جماعه، والنغمه اللي احنا بنسمعها دي احنا بنقول من اول السنه اهو، بلاش حته مفيش وقت عشان خاطر. تمام، نكمل نكمل. في كمان من النقط المهمه جدا اللي عايز اكلمك فيها، هي نقطه ايه؟ هي نقطه الحفظ والفهم. بص يا شباب، هي النقطة دي يعني هي حتة جدلية كده، بس أنا ليا يعني رأيي الخاص فيها. يعني هو الفهم أهم بكتير من الحفظ، مع إن طبعا يا جماعة في حاجات، يعني مثلا واحد بيذاكر مثلا تواريخ أو أرقام معينة مثلا في مادة التاريخ أو حاجات من دي، ما هو لازم الحفظ، مش كده؟ مظبوط ولا لا؟ بلاش كده. مثلا في مادة الإنجليش صح؟ برضو ما انت هتحتاج ان انت تحفظ كلمات، ولو ان انا ليا تعليق بس بخصوص الانجليش، يعني مادتي بقى وزي ما بنقول بقى المهنه تحكم، يعني انك انت تحفظ بانك انت تقسم الكلمات. قسم الكلمات لما تلاقي الكلمه مقطعها كبير كده، قسم الكلمات الى مقطع او مقطعين او ثلاثه، زي مثلا بنقول ايه؟ ستيشن، مش كده؟ كوبريشن على سبيل المثال، مش الحصر ومش موضوعنا قوي، بس ايه بقى؟ ركز دايما على انك تبقى فاهم. حتى مثلا في الانجليش او في اي ماده، طبعا كلمه الفيزياء والكيمياء والحاجات دي، لا طبعا الفهم شغال، ولو ان برضه بتبقى فيها حاجات معادلات او بتاع او حاجات من دي، انا مش متخصص بقى اعذروني يعني اذا كنت ايه بلبخ سنه، يعني في حاجات بتبقى محتاجه مننا حفظ يا جماعه. حتى الحفظ ذات نفسه، يعني انا شخصيا انا كنت ادبي، بس حتى كمان لما اجي كنت مثلا اذاكر عربي او اذاكر تاريخ او اذاكر حاجات من دي، دايما بالورقه والقلم، واحاول افهم يعني حتى في الاحداث احاول كذا كذا، وبالاشارات وحاجات من دي. لما انت بتحاول تفهم الكلام اللي قدامك حتى لو في ماده ادبيه، بتلاقي بعد كده هي بينتج عنها حفظها. مظبوط يا جماعه؟ بس يبقى تركيزي في الكلام على ايه؟ على الفهم. طيب بعد كده كمان في عندي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ومن أول السنة بنكلمكم فيها. إيه هي يا مستر؟ كتاب المدرسة. إحنا طبعا لما السنة اللي هي اللي مرت ديت، كان الامتحان إيه؟ أوبن بوك، يعني كان الكتاب معانا في المدرسة اللي في الامتحان، كتاب المدرسة. ياما بقى شفنا بقى في الجروبات والحاجات دي، وحبايبنا اللي هم اكبر منكم مثلا بسنه، يجوا مثلا يقول لك بقى ايه، كان الكلام ده كان اخر السنه، يعني يا جماعه طب نسجل ايه؟ طب ما فيش حد عنده مثلا اللي هي ايه النوتس اللي ممكن احطها في كتاب كذا او في ماده كذا او مش عارف ايه؟ لا، انت من دلوقتي انت معاك كتاب المدرسه، مهم جدا. مهم بقى ومن دلوقتي ما عندك بقى سنه كامله هي لحد الامتحان، سجل في كل درس الملاحظات اللي هتفيدك وممكن تحتاجها في الامتحان. طبعا الحاجات دي مسموح بيها وعادي، بس ايه، بدل بقى ما الدنيا تتكركب عليك وتيجي تقول اسجل ايه وما اسجلش ايه واعمل ايه وما اعملش ايه، لا، وبخط واضح ومستخدم الالوان ومزاجك بقى خالص، سجل كل حاجه عايز تسجلها في كتاب المدرسة. بعد كده يا جماعة في مثلا مواد، طبعا مادة الرياضة دي مادة كلها دماغ،
اقول لك حفظ ايه بقى، الا طبعا حاجات معينه زي ما انتم فاهمينها اكتر مني، بس ماده زي دي يا جماعه انا شايف انها مستحقيه انها شغل مننا يوميا. ده انا اعرف طلبه على مر السنين يعني ما يحللوش زي فنجان القهوه كده، ما يعني يفتتح المذاكره بتاعته بايه؟ بان يحل اسئله رياضه، بعد كده بقى مخه بيشتغل وبيشتغل على بقيه المواد التانيه. في عندي مواد زي ماده الفيزياء والكيمياء، دايما يا جماعه انا بسمع الفيزياء والفيزياء اللي وقعت والفيزياء اللي مش عارف ايه، مش عارف الماده دي هل انتوا اللي ظالمينها ولا هي اللي ظالمه. هي بس ماده الفيزياء دي من المواد، الفيزياء والكيمياء من المواد اللي بتبقى محتاجه تشغيل دماغ، تشغيل دماغ وعايزه عدد ساعات اكبر في المذاكره بتاعتك، فاديلها اهتمام وخلي عندك اكتر من كتاب للماده مثلا منهم، بحيث ان انت طبعا لما تشد تلاقي نفسك، اقصد تشد في المذاكره يعني، هتلاقي نفسك الماده ديت وانت بتراجعها بصفه دوريه كده هتلاقي الامور سهله وجميله و تبقى بالنسبه لك معقوله. في عندي مثلا يا جماعه المواد بقى اللي تخصنا ماده الانجليش، مثلا ماده اللغه العربيه وماده الانجليزي، دي اساسيات يا جماعه، مواد اساسيه. والله انت حر، يا تخلي المواد ديت تبقى عامله زي الايه؟ زي المر الميه الجاريه كده الجميله، مفيش فيها اي تعقيدات ولا صعوبات ولا اي حاجه. يا اما تخليها زي التل قدامك كده ما انتش عارف تتفلفص منه. ايه يا اقصد ايه بكلامي؟ اقصد انك انت المادتين دول، مادة اللغة الإنجليزية ومادة العربي، يوميا يا جماعة دول يكونوا في جدول المذاكرة بتاعتك، إن شاء الله بعدد ساعات قليلة. المواد دي يا جماعة محتاجة منك مذاكرة إيه؟ شيئا فشيئا، عشان هي مواد يعني كبيرة كتيرة شوية يعني. يعني عندك العربي فيه فروق كتير وحاجات من دي، والإنجليزي لو القصة اتكررت أو بتاع أو حاجات من دي، وفيها طبعا يونتات كتير وجرامر وحاجات من دي. ديت يوميا حطها في الجدول بتاعك، ما بقولش عدد الساعات يبقى كتير، لا، بس يوميا ان انت بتذاكر. النصيحه رقم 10 والمهمه جدا يا جماعه، وكان نفسي ان انا احطها في الاول، لا انا قلت بقى عشان هي مهمه هنختم بيها. الموبايل، مشكله المشاكل اقسم بالله. الموبايل يا جماعه، الموبايلات اللي عملوها لنا دهيت، اللي هو الموبايل اللي عليه اللي هو اللي فيه الكاميرا، اللي فيه شبكات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر واليوتيوب، كله متاح سداح مداح. الموبايل ده يا شباب اكبر عدو لك، صدقني والله اكبر عدو لك. قلل الساعات بتاعت استخدام الموبايل، اقلل ساعات ايه؟ ده انت تقلله خالص. بمعنى ايه؟ بس خلي بالك يعني، خلي بالك احنا ما بنحكمش عليك باعدام ولا حاجه، احنا بننصح علشان الكلام يبقى في الصميم كده بالنسبه لك. انت محتاج موبايل؟ اه محتاج موبايل عشان مواعيد الدروس، ولما مدرس يطلبك، زميلك يطلبك، حاجات من دي، احنا مش هنقول لا. خلي معاك موبايل اللي هو العادي يا جماعه، اللي هو بتاع الاتصالات بس، اللي هو الو بس، يعني الموبايل اللي هو بزراير العادي ده، واخد بالك؟ معاك بقى موبايل تاني اللي هو بقى اللي فيه الكاميرا وفيه الفيس والحاجات دي، دي اعملها لنفسك كده، ولتكن مثلا ايه زي بتكافئ نفسك مثلا كده او بتاع، يبقى كل اسبوع. لكن ما خشش الاوضه وترك على طول على الفوز على الفيسبوك. وياما احنا، انا شخصيا اجي مثلا ابص اقول ايه، ها مثلا هعرف عملوا ايه في الثانويه، ولا عملوا ايه، ولا في قرارات وبتاع، ابص الاقي بقى ايه طق 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 طق، عمال اقلب 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 اللي يهمني واللي ما يهمنيش، لدرجه ان الفيسبوك ذات نفسه بيفرض عليك اهتمامات مش عندك، بيخليها بقت خلاص من كتر التعود كده، والزن على الودان امر من السحر. فالموبايل يا جماعه بالله عليكم قللوه شويه، قللوا استخدامه شويه. الموبايل ابو زراير، الو الدرس الساعه كذا، او الدرس اتلغى، او انا جاي لك اذاكر معاك، او 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 من هذا القبيل. اخر حاجه يا جماعه عايز اتكلم فيها، انا خلصت النصايح بتاعتي.
حسابات ربنا يا شباب غير حساباتنا. خلي دايما ثقتك في ربنا كبيرة، ودايما ربنا بيقول انا عندي حسن ظن عبدي بي. ربنا بيقول لنا كده، انا عند حسن ظن عبدي بي. شوف انت ظنك برب العالمين ايه؟ انت ظانن ان ربنا ان شاء الله هيكرمك وهيوفقك وحاجات من دي، يبقى ربنا هيكرمك وهيوفقك وهيمهد لك السبيل. ظنك حاجة تانية فظنك مع ظنك. واشكركم واتمنى لكم سنة سعيدة، واي نصايح تانية شايفين انا ما اتكلمتش فيها يا ريت تشاركونا بقى بيها كده في التعليقات. شكرا، وكل عام وانتم بخير، وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.